السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي أحبها والله في الله، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الطاهرات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، للباحثين عن السعادة، هذا هو عنوان آخر محاضرة لي مع حضراتكم في هذه الزيارة الماتعة المباركة. والبحث عن السعادة غاية يتفق فيها كل أهل الأرض، مهما اختلفت عقائدهم ومهما تعددت الوسائل والغايات. فلو سألت أي إنسان على وجه الأرض مهما كان اعتقاده عن عمل قام به لقال لك أبحث عن السعادة بحروفها أو بمعناها. وكل الناس يبحث عن السعادة في الدنيا، لكن قل من يدرك طريقها الصحيح. وحين أقول لكن قل من يدرك طريقها الصحيح، لا أقول ذلك رجما بالغيب ولا مجازفة بكلمة أو بتعبير، ولكنها حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وهذه القلة منذ البداية هم أهل السعادة، هذه القلة المباركة هم أهل السعادة، كما سأبين الآن لحضراتكم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الواقع. فأنا أحب ألا أحلق بكم بعيدا بعيدا في سماوات الطهر والعفة دون أن أنزل بحضراتكم نزولا اضطراريا إلى الواقع الذي نعيشه ونحياه، لنربط الواقع بهذا الرقي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. كثير من الناس يتوهم أن السعادة في جمع المال ولو كان من الحرام، وأنا لا أقلل من قدر المال، وسأعرج سريعا على بعض ما يتصوره الناس سببا من أسباب السعادة.
لأعود بحضراتكم إلى طريق السعادة الحقيقي. أقول كثير من الناس يتوهم أن السعادة في جمع المال ولو كان من الحرام. أنا لا أقلل من قدر المال، وإنما أقول قد يكون المال سببا من أسباب السعادة إذا وقع في أيدي الشرفاء الذين يعرفون الغاية من هذا المال، ويعلمون أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، فهم يجمعون المال من الحلال وينفقونه فيما يرضي الكبير المتعال. فلست درويشا أهرف بما لا أعرف، فأنا أعلم علم اليقين أن الدعوة تحتاج إلى المال، وأن العلم يحتاج إلى المال، وأن تفوق الأمة وسيادتها ورقائها واستقرارها واستقلالها يحتاج إلى مال. لا أنكر ذلك، بل أردد كلمات رقراقة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ يقول في حقيقة الدنيا: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن تزود منها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. فالمال إذا حركته الأيدي الشريفة لخير الدين والوطن والبلد والدنيا فإنه نعمة من أجل النعم. ومالك الحقيقي الذي قد تسعد به فعلا سعادة حقيقية في الدنيا والآخرة هو ما تجمعه من الحلال وتنفقه في أوجه الخير تريد بذلك وجه الكبير المتعال جل وعلا، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. ومن أجمل الأحاديث في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه فهذا بأخبث المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال اللهو والفسق والفجور والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. لا أريد أن أطيل في كل جزئية، لكن أقول قد يكون المال وبحق سببا من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة إن جمعت من الحلال وأديت حق الكبير المتعال، لكن ليس المال وحده بعيدا عن تقوى الله سببا من أسباب السعادة. فكلكم يعرف قصة قارون الذي آتاه الله من المال ما عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح خزائنه فحسب، ومع ذلك قال الناس المفتونون الذين لا ينظرون إلا من جانب واحد وبعين واحدة قالوا: إنه لذو حظ عظيم. ولكن لما ذكر بالله ما تذكر
وقال الكلمة الخبيثة التي تتردد الآن ولو بكلمات عصرية، قال إنما أوتيته على علم عندي. تلك الكلمة التي تقال بأسلوب العصر، فن الإدارة، فن الإدارة، صناعة الكمبيوتر. أنا لا أقلل من شأن الإدارة أبدا، ولا أقلل من شأن دراسات الجدوى أبدا، بل أقول يجب عليك أن تبدع، يجب عليك أن تبدع في مجالك، وأن تأخذ بكل أسباب التفوق والإبداع والإنتاج والعطاء. لكن حذاري أن ترد هذا الذي أنت فيه إلى عقلك أو فكرك أو مهارتك أو إدارتك، وإنما ذلك الفضل من الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأظن أن إخواني وأخواتي يعلمون جميعا قصة كريستينا أونسيس، بنت الملياردير الشهير أونسيس، تلك الفتاة التي ورثت مع أمها المليارات، لا أقول الملايين، المليارات، وأصبحت بين عشية وضحاها أغنى فتاة. تزوجت برجل أمريكي، عاش معها ثم طلقها، أو إن شئت فقل ثم طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني ثم طلقته، ثم تزوجت للمرة الثالثة برجل روسي. فتقدمت صحفية في عرسها وقالت كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت في ترجمة حرفية أبحث عن السعادة، أريد أن أعيش سعيدة. ثم طلقته وتزوجت في المرة الرابعة برجل فرنسي. فتقدم لها صحفي وقال أنت أغنى امرأة، فهل أنت أسعد امرأة؟ قالت لا، بل إنها أشقى امرأة. ووجدوها جثة هامدة مقتولة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ ويتصور بعض شبابنا وبناتنا أن السعادة الحقيقية في الشهرة بين الممثلين والممثلات. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياهم إلى ما يرضيه. لقد جلست في محاضرة في مدينة المعادي بمصر، وكانت المحاضرة للممثلين والممثلات، بل تعجبت حين وجدت الصف الأول من ممثلي الكوميديا المشهورين المعروفين لكم جميعا جلسوا أمامي. فقلت يا ترى في أي شيء أتحدث اليوم مع هؤلاء الإخوة الكرام؟ وسألت الله أن يفتح علي بما يرضيه عني وبما يدل هؤلاء عليه بحق. ووالله الذي لا إله غيره لقد اخترت لهم عنوانا للباحثين عن السعادة، الذي اختاره أخي الأكبر الحبيب الدكتور أحمد هليل ليكون هذا العنوان محاضرة هذا اللقاء. فوالله ما اخترت لكم عنوانا من العناوين التي طرحتها مع حضراتكم في هذه الرحلة. وتحدثت وقلت لهم أنا أود أن يحدثني أخ منكم وأن يقوم ليقول لي بأنه سعيد. فقام ممثل كوميدي مشهور جدا بلغة المصريين عندنا يضحك الطوبة، فقام وقال لي والله يا شيخ محمد أنا أخرج من بيتي وأركب سيارتي وأخرج لموعد لمسرحية مشهورة جدا على خشبة المسرح، يقسم بالله، يقول والله قبل أن أصعد على المسرح
أجفف دموعي لما أعيشه من نكد وحزن وألم في بيتي، وأصعد على خشبة المسرح لأضحك الجماهير وقلبي يبكي. لا أشعر بالسعادة، لا أشعر بالسعادة. يقول: ذهبت مع ابن عم لي إلى لندن ليجري زراعة كبد، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يقول: وتكلفت العملية بالزرع بالإقامة ما يقرب من 3 مليون جنيه مصرية، مبلغ ضخم. يقول: وإحنا خارجين بعد شهر ومش عارفين العملية نجحت ولا لم تنجح. يقول: وأنا نازل على سلالم المستشفى ظللت أصرخ بأعلى صوت وأقول: أنا معايا 3 مليون جنيه، معايا 3 مليون جنيه، في جيبي 3 مليون. فالناس استغربوا، اقتربت منه أسرته: إيه يا فلان خير؟ قال: معايا 3 مليون في الجيب ده، و3 مليون في الجيب ده، و3 مليون في الجيب ده، 3 مليون للكبد، و3 مليون للقلب، و3 مليون للرئة، و3 مليون للكلى. أنا أغنى الناس وأنا لا أدري. أنا أمتلك هذه الأموال الطائلة وأنا لا أدري. وبعض الناس يتصور أن السعادة في الشهرة أو في الجاه أو في السلطان أو في المعاصي أو في الذنوب أو في معاكسة النساء والفتيات أو في المكث ليلا طويلا أمام المواقع الإباحية الفاسدة أو بالمهاتفة مع فتاة لا تمت له بأدنى صلة. يتصور كثير من أولادنا وشبابنا أن هذا الطريق هو طريق السعادة، ولا والله. انظر إلى حالك بعد انتهائك من المعصية، انظر إلى حالك بعد مشاهدة فيلم إباحي من هذه الأفلام. أسأل الله أن يعصمني وإياكم، أخاطب أولادنا وشبابنا ونساءنا وبناتنا: لن تشعر بالسعادة أبدا إلا في هذا الطريق الذي أحدد لك معالمه الآن من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الواقع، فكلكم يعرفه: هذا هو طريق السعادة. يا من تريدون السعادة في الدنيا والآخرة، هذا هو الطريق. أول خطوة عملية عليه الإيمان بالله والعمل الصالح. والله لن تجني السعادة قط إلا بالإيمان بالله، إلا بالعمل الصالح. خذ الدليل من كتاب ربنا الجليل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل تصدقون الله؟ أنا أريد أن أسمع. الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما الحياة الطيبة؟ قال علي رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة، فهي أطيب عيش الدنيا. قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. قال الحسن البصري: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. فالحياة الطيبة حياة السعادة، حياة الرضا، حياة القناعة، حياة الاستقرار، حياة الرخاء، حياة الأنس، حياة الفرح. لن تحصلها أبدا في مال بغير طريق مشروع أو في معصية، بل إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. روى أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الإيمان، ما الإيمان؟ الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، بل الإيمان قول باللسان
واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان في صحيحه بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فما أنت فيه الآن زيادة في الإيمان، تجديد للإيمان. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. حبيبي في الله، فرق كبير بين حال الإيمان في قلبك الآن وبين حال الإيمان في قلب أختي الفاضلة في هذه القاعة في هذه اللحظات، وبين حال الإيمان في قلبك وأنت في مجلس معصية أو على مقهى من المقاهي. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالذنب وينقص بالمعصية. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم والديلمي بسند حسنه الألباني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض، تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي عن القلب أشرق نور الإيمان في القلب. الإيمان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي الحياة السعيدة، هي الحياة الكريمة، هي الحياة المطمئنة، كما فسرها علي: القناعة. وهذا هو السبب الثاني أو الخطوة التالية، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل محور. القناعة، الرضا. حبيبي في الله، والله العظيم، والله لو امتلكت ملايين الدنانير ولم تمتلك القناعة فأنت فقير وستعيش فقيرا وستموت فقيرا. والله إن لم ترزق القناعة فأنت فقير ولو امتلكت ملايين الدنانير. أختي الفاضلة، والله لو لم ترزق القناعة فستعيشين في قلق وفي اضطراب وعدم رضا. ستنظرين إلى أختك التي رزق الله زوجها الرزق الواسع، هذه النظرة تنغص عليك الحياة. لماذا لا أعيش في هذا العيش الذي تعيش فيه فلانة؟ لست أقل من فلانة، بل أنا أجمل منها، وأنا 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 وأنت. لماذا يعيش فلان في هذه الساعة ولا أعيش أنا، وأنا أعلم منه أو أنا أفضل منه؟ لن تشعر بالسعادة إلا إن رزقت القناعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. وفي رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح، اللهم اجعلنا من أهل الفلاح، قد أفلح من أسلم. خلي بالك عشان هاف عندي ديد الوقت.
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هل توحد الله جل وعلا؟ هل أنت مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هيا هيا اسجد لربك شكرا على هذه النعمة. وأقول لك لو ظللت ساجدا لتشكر الله على هذه النعمة، لو ظللت ساجدا حتى تلقاه، ما وفيت الله شكر هذه النعمة أبدا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هتبيت من غير عشاء؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ العالم كله الآن يشكو من الجوع، بل أنا أقول العالم كله إلا من رحم ربي يشكو من عدم القناعة والرضا. ووربي إننا نشرق ونغرب بعيدا عن الأسباب الحقيقية لما يعانيه أهل الأرض من ضيق، والأسباب الحقيقية بين أيدينا في كتاب ربنا وسنة نبينا. قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومع ذلك نصر أن نلقي تقصيرنا وأخطاءنا على غيرنا، على الحكام تارة وعلى العلماء تارة وعلى الأعداء تارة. ولما قال بعض الصحابة في أحد كيف نهزم وقائدنا رسول الله وعدونا المشركون، نزل القرآن ليربي الصحابة والأمة من بعدهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، والله إنه من عند أنفسنا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلنتضرع، فلنلجأ إليه، فلنتب إليه، فلنترك الحرام، فلنترك الربا الذي نحارب به ربنا في الليل والنهار، فلنترك مبارزة الله بالمعاصي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. القناعة والرضا، الرضا أنس المحبين وروضة المشتاقين ومستراح العابدين وقرة عيون العارفين العالمين برب العالمين. الرضا، والرضا ليس كلمة، بل الرضا، الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. قيل ليحيى بن معاذ كيف يصل العبد إلى مقام الرضا؟ قال إذا أقام نفسه مع ربه جل وعلا على أربعة أصول: أن يقول لربه يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت. لن أفارق باب العبودية والذل والانكسار بين يديك، وإن دعوتني أجبت. امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد. الرضا، والله لو لم يرزقنا ربنا إلا الإسلام فقد رزقنا أشرف وأجل نعمة. ذكرت لإخواني وأخواتي بالأمس في دورة الصباح قصة رجل عندنا في مصر من الأغنياء، ويقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد أنا أمتلك أكثر من 600 مليون دولار، أكثر من 600 مليون دولار. هذا الرجل رزقه الله ولدا وبنتا، تزوجت البنت وسافر الولد إلى بلد عربي للعمل، وأراد أن يثبت نفسه وأن يثبت وجوده في العمل بعيدا عن ثروة أبيه.
تعرض هذا الرجل في سيارته الخاصة مع زوجته لحادث فقتلت امرأته ماتت، وأصيب هذا الرجل بشلل كامل ونجاه الله مع سائقه، لم يصب سائقه بشيء إلا القليل. المهم طلبني أن أزوره فذهبت إليه، قال لي: هذا السرير يا شيخ محمد للسائق في غرفة نومه، يقول هو الذي ينام معي والذي يطهرني وهو الذي يدخلني إلى الحمام وهو الذي يطعمني وهو الذي يسقيني بيدي إلى غير ذلك. يقول إنه رجل وفي. يقول لي: والله يا شيخ أنا ببقى نايم في الليل وأحتاج أعزكم الله أحك جزءا في ظهري، بلغة المصريين أحتاج أهرش. فبيقول لي: أستحيي إن أنا أوقظ الخادم السائق، أستحي إن أنا أصحيه لأنه تعبان معايا طول اليوم. فبيقول لي: الألم يزيد علي فأبكي أبكي وأقول لنفسي: يا سلام، من ياخد الستمائة مليون دولار ويرجع لي إيد واحدة بس عشان أعرف أهرش بيها؟ فقلت له: سبحان الله، هرشة بستمائة مليون دولار تدفع كام انت بقى؟ الليلة اللي فاتت هرشت كم مرة؟ ملايين الدولارات. دخلت إلى إخواننا وأخواتنا وقد ذكرت ذلك مرارا في مستشفى الأمراض العقلية، وقدر الله أن أدخل العنبر الأول للنساء، وجاءت فتاة: والله يا إخواني من أجمل ما خلق ربك، في الثانية والعشرين من عمرها، وأخذت هذه الغطرة من على رأسي ووضعتها على رأسها، ثم وضعتها على رأسي مرة أخرى، ثم أخذتها مرة ثالثة وألقت بها على الأرض، ثم ضحكت بطريقة هستيرية مرتفعة، ثم بكت، كل هذا في دقيقتين تقريبا، ووقفت لتخلع ملابسها كما ولدتها أمها. فخرجت أبكي وأقول لإخواني معي: والله أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. نعم كثيرة يا أخي، نعم كثيرة وأنت لا تدري. أسأل الله أن يحفظ علي وعليكم النعم، القناعة والرضا. ولكن اسمح لي أن أفرد محورا آخر وسببا آخر لأسباب السعادة، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. لن تشعر بالسعادة إلا إن حققت الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا ركن من أركان الإيمان والركن السادس. حين سأل جبريل النبي الجليل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن يحلو لي أن أذكر هذه المقدمة الجميلة الرقراقة للإمام مسلم التي قدم بها لهذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيسمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم: ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه
حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الطويل الجميل، حدثني أبي عمر بن الخطاب إلى آخر الحديث. يا أخي ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما أعطاك الله جل وعلا، إنه الخير. هل تعلم أن جلوسك في مقعدك الذي تجلس فيه الآن بقدر؟ بل أقول لك، هل تعلم أن مجلسنا هذا كتبه الله جل وعلا في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيحين، وفي صحيح مسلم معذرة، من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأرجو من طلاب العلم أن ينتبهوا إلى أن الزمن المذكور في الحديث ليس زمن التقدير، بل هو زمن الكتابة. فالتقدير أزلي، فالتقدير أزلي، فكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فحقق الإيمان بالقدر. أختي الفاضلة التي فاتها سن الزواج، والله الذي لا إله غيره، لو علمت يا أختاه، ولو علمت يا ابنتي أن اختيار الله عز وجل لك هو الخير، لسعدت سعادة غامرة، وربما تحمدين الله إن عرفت قصة أخت من أخواتك ما تزوجت إلا شهرا أو عاما، وقدر الله لها من الجروح والآلام ما قدر. لو علمت حالك الذي أنت فيه الآن لسعدت، ولعلمت يقينا أن الله جل وعلا ما اختار لك إلا الخير. فإن رضيت بما قدر الله وقضى، ستسعدين سعادة غامرة في الدنيا قبل الآخرة. ثم لا تعجزي عن الدعاء، فرب الأرض والسماء، رب الأرض والسماء حيي، حيي، لا تعطل، لا تعطل الصفة يا أخي، فلست أعرف بالله من الله. ولا تعطل الصفة يا أختاه، فلست أعرف بالله من الله. حيي. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ألم يقل ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تقول الأخت: يا شيخ هداك الله، دعوت الله كثيرا. يا أختاه اعلمي أنه صلى الله عليه وسلم قال، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فأنت في خير، وأنت في خير على كل حال. عجبا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله، كله يا أخي، لا تنسى لفظ كله، إن أمره كله له خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ذكرت لكم ربما هنا في الأردن أو سمعتموها مني عبر الفضائيات، لكن المقام يقتضي أن أذكر بهذا الموقف الآن. أنا ألقي محاضرة في إحدى المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس، ودخل علي أخوان سوريان فاضلان، وإذ بأحدهما يقول: يا شيخ محمد. قلت: نعم يا أخي. قال: والله لو سمحت الأمريكي ده عاوزينك بس تنطق الشهادة. قلت: أهلا وسهلا، رزق بغير سبب، تفضل يا أخي. جلس الأمريكي إلى جواري، قلت له قبل أن تردد الشهادة خلفي: أنا أسألك، ما الذي أتى بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ إيه اللي عجبك عندنا؟ سبحان الله، أمور عجيبة. واحد بريطاني دخل الإسلام عشان ينام. قلت له: هي ناقصة. الله المستعان. النووي ما عندنا كثير، وأنا أول النائبين يعني.
فسبحان الله يرى رجلا من إخواننا يلبس البشت ويلبس الشماغ، وسبحان الله في الهيئة برك نام ونعس، الرجل فوق شايفه مستغرب، ده بياخد مهدئات وبياخد حقن عشان ينام، مش عارف ينام، فمستغرب ده ينام في الضجيج ده وفي السيارات، فليزل مخصوص. فلما اضطرب منه الأهل يشخر، قال له كمان مش ممكن أبدا، يعني بتغط في النوم. الشاهد والله إخواننا بيقول له، يعني بدأ يتكلم، قال له الإسلام وأنا مسلم وأنا بنام وهكذا، قال له طب لو دخلت دينك أعرف أنام، قال له تنام وتشبع نوم بس ادخل أنت، قال له دخلنا أعمل إيه، اغتسل انطق الشافتين نطق الشافتين، وعلموه الصلاة فصلى، وعلموه الوضوء فتوضأ، وقبل النوم قالوا نم على جنبك الأيمن وضع كفك كذا وقل كذا وكذا، وردد الرجل، ودعا الإخوة ربنا جل وعلا أن ينزل عليه السكينة وأن يذهب عنه الأرق، ونام الرجل. وبصحوه لصلاة الفجر، الرجل مش مصدق إنه نام، لا بيقول نو عمال يصر مش ممكن سيبوني نايم، قالوا لا مفيش نوم دلوقتي، الوقت في صلاة وبعد كده حتنام وتشبع نوم، قم صلي. الشاهد ديننا يا اخوانا دين عجيب، والله عجيب، لو قدمناه بأخلاقنا وسلوكنا من غير ما نتكلم بس نتحرك بالإسلام. الشاهد هذا رجل أمريكي قال لي بأنه رجل ملياردير، مش مليونير، ملياردير، الذي يمتلك شركات وأساطيل وأموالا، يقول ما من مكان في الدنيا إلا وسافرت إليه، وما من شيء اشتهيته في الطعام أو في الشراب أو في النساء إلا وفعلت ما أشتهي، يقول ومع ذلك انتشل من محاولة الانتحار 16 مرة، 16 مرة يحاول ينتحر ولو قدر الله له ذلك، سبحان الله. يقول دخلت اليوم على شركة من شركاتي وجدت هذا الموظف السوري وضع رجله في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي، قال كيف تضع رجلك هنا؟ قال أنا رجلي أغسلها كل يوم 5 مرات، قال 5 مرات ليه؟ قال أتوضأ، ما الوضوء؟ أخبره، لماذا؟ للصلاة، ما الصلاة؟ أخبره، لمن الصلاة؟ لله، من الله؟ أخبره، قال لماذا؟ لا أراك سملا، سملا يعني سكرانا، قال دين يحرم على الخمر، قال ما دخلت عليك إلا ووجدتك نشيطا مبتسما سعيدا، قال الحمد لله أنا مسلم وأنا أرضى بكل شيء، وذكر له حديث صهيب بن الرومي عجبا لأمر المؤمن، فقال فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالراحة والسعادة التي تشعر بها؟ قال نعم إن صدقت، قال أنا صادق، أريد أن أحيا حياة سعيدة. وثم قال له بأنه قد سئم الحياة، مل من الحياة، قال اغتسل، فاغتسل وأتى به ورزقني الله هذا الصيبة وهذا الرزق بغير سبب، فقلت قل لا إله إلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فردد الرجل لا أقول الكلمتين الجليلتين والشهادتين العظيمتين، بل كررت كل حرف على حدة وكأنه ينقل جبلا أو صخرة من جبل لآخر، فلما أنهى النطق بالشهادتين بكى وارتجف، فقام الإخوة ليسكتوه، قلت اتركوه دعوه، فلما هدأ قلت له لماذا بكيت؟ قال لا 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 أخبرني أنت أولا، قلت عن ماذا؟ قال عن السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن، قلت ما هو؟ قال أشعر الآن بسعادة ما ذقت طعمها قبل النطق بها، قلت له أبشر، إنها نعمة شرح الصبر بالإسلام، لا يذوق حلاوة هذه السعادة إلا من نطقها صادقا من قلبه، انظر إلى فضل الله عليك، قد لا يستوعب كثير منا عظمة الشهادة وجلالها وقدرها، بل ترددها ألسنتنا هكذا، آه لو عرفنا معناها وحققنا مقتضاها والله لسعدنا في دنيانا وأخرانا. وأنا أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر وعلى طريق العزة والكرامة هي تحقيق التوحيد، أدين لله وأعلنتها وكررتها وسأعلنها ما حييت بل وما أعيش إلا لها، الخطوة العملية الأولى على طريق النصر في فلسطين في العراق في أي مكان للأمة هي أن تحقق الأمة التوحيد بصفائه ونقائه بشموله وكماله، ولن تمكن الأمة أبدا بالمظاهرات الصاخبة ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات، وقد أعلنت ذلك ولا زلت أعلنه، وهذا ما أدين به لله جل وعلا، التوحيد
لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه في كل المراحل إلى غيره. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. وأقول أيها الأفاضل، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان بالقضاء والقدر، ثم الإحسان إلى الناس، من أعظم أسباب السعادة الإحسان إلى الناس. أنا أقول لك، كيف حال قلبك وأنت في طريق عودتك بعد صدقة سر أنفقتها على أسرة يتيمة أو فقيرة؟ كيف حال قلبك؟ ما السعادة التي تشعر بها؟ ما السعادة التي تشعر بها أختي الفاضلة وهي تجهز جهاز بنت يتيمة للزواج؟ ما السعادة التي تشعر بها الأخت الفاضلة؟ ما السعادة التي تشعر بها وأنت تركع ركعات بالليل لله جل وعلا، وتخرج في سواد الليل بعد أن أرضيت ربك بالصلاة لتطعم فقيرا أو مسكينا إرضاء منك لله حيث لا يراك إلا الله؟ الله شكور، شكور، لا بد وأن يرد لك عطاءك، يشكر لك صنيعك بالسعادة، بالفرح، بالأنس، بالشفاء، بالشفاء من الأمراض، بالشفاء من الأمراض. لماذا لا نلتفت إلى الصدقة؟ فهي من أعظم أسباب السعادة. كم أنفقت من أموال لعلاج هذا الداء؟ أسأل الله ألا يخرجك إلا وقد برأك من كل داء. كم أنفقت من أموال؟ هل فكرت في أن تداوي مرضك بعد طاعة الله بالصدقة لترضي بها الله جل وعلا؟ يحدثني والله أخ من إخواننا الأفاضل، أستاذ جامعي في جامعة المنصورة، بأنه ابتلي بمرض في قلبه وسافر إلى لندن للعلاج، وقرر الأطباء جراحة عاجلة لتوسيع شريان رئيسي من شرايين القلب. يقول ففزعت، وما كنت أتوقع أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد، فطلبت من الأطباء هل يجوز وهل يسمح لي في حالتي أن أعود إلى مصر لأوصي بما شاء بما أشاء؟ قالوا لا حرج، وأعطوه دواء وعلاجا لمدة أيام ليعود بعد ذلك لهذه الجراحة العاجلة. يقول لي والله يا شيخ محمد، وأنا أجلس مع زميل لي في مكتبي الخاص وفي الجهة الأخرى رأيت أما عجوزا إلى جوار رجل جزار يبيع اللحم، إذا سقطت قطعة دهن أو قطعة عظم أخذت هذه القطعة وضعتها في حقيبة مع بلاستيكية. يقول فخرجت، تعال يا أمي تبتعمل إيه؟ قالت والله يا ابني عندي 6 بنات مداء طعم اللحمة بقالهم حوالي 7 أشهر، فأنا باخد لهم أي حاجة، حتة دهنة ولا حتة عظمة. قال فبكيت وقلت إحنا كل يوم بنرمي لحمة في الزبالة أو في سلة المعملات، وعندك 6 بنات مداؤوش اللحمة بقالهم ما يقرب من 30 سنة؟ قالت والله يا ابني مداؤوها بقالهم أكثر من 7 أشهر. قلت لها طب محتاجة قد إيه يا أمي؟ قالت 0.5 كيلو يا ابني. قلت 0.5 كيلو ل7 بنات أو ل6 بنات؟ قالت 0.5 كيلو بس. قال فقلت الجزار اقطع لها 2 كيلو، وقلت له سبحان الله الست دي هتجيلك كل أسبوع تديها 2 كيلو، وطلع له حساب سنة كاملة مقدما. قال فبركت المرأة على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء ودعت ربها بدعوات، يقول والله يا شيخ محمد خلعت قلبي. ويا سلام على دعوات الأمهات زي أم كده، بتبقى طالعة بالفطرة دعوات جميلة، ها لا تجد الكلام زينا لكن بتبقى دعوات صادقة جميلة، دعوات الفطرة النقية. يقول فبكيت وعدت إلى زميلي، ثم بعد ذلك خرجت فذهبت إلى بيتي. يقول والله يا شيخ أشعر بنشاط وأشعر بقوة سبحان الله. ففتحت له ابنته الجامعية، قالت له ما شاء الله يا أبي أراك مسرورا سعيدا نشيطا، ما شاء الله خير. قال فحكيت لها، فبكت ابنتي وقالت يا رب، يا رب أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. يقول واستجاب الله
يوم يومين ثلاث ايام قلت لهم انا مش مسافر. ليه؟ قال والله الحمد لله انا اشعر براحه ولا اشعر باي الم. قالوا لا لازم تسافر، واصرت الاسره. يقول والله يا شيخ محمد هنالك بكيت وكاني لم ابكي من قبل. الطبيب كشف عليه كشفا سريعا وبدا ينظر اليه نظرات فيها علامات استفهام كبيره جدا. لا مش فلان ده، اي فلان، هات الاوراق هات الاوراق، اعيدوا الكشف اعيدوا الكشف اعيدوا الفحوصات اعيدوا الفحوصات. صرخ الطبيب قال له ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي حصل؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له الجزء اللي كان ضيق اتسع، لا تحتاج الى جراحة. قال فبكيت وقلت اذا هي المرأة وبناتها، هي الصدقة، هي الصدقة، لا تستهن بها، لا تستهن بها، فيتدفع ميتة السوء وتقي مصارع السوء، ستشعر بسعادة غامرة بالإحسان إلى الخلق، بمعاملة الناس معاملة حسنة كريمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم، فانظر إلى من هو دونك حتى لا تحتقر نعمة الله عليك، انظر إلى ما أنت فيه من نعم، وانظر إلى غيرك الذي سلب من كثير من هذه النعم لتشعر بالسعادة ولتشعر بالرضا. ولكن اعلم يقينا حبيبي في الله أن السعادة الحقيقية الأبدية لا تكون في الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار ممر، والآخرة هي دار المقر. فالسعادة الحقيقية الأبدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، اللهم اجعلني وإياكم من أهل السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث رواه مسلم حديث صهيب وغيره: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم ربه: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: ذاك رجل يجيء فيقال له: ادخل الجنة، فينطلق ثم يعود فيقول: يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني مليش مكان. فيقول الله جل وعلا: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ الله أكبر. فيقول: رضيت يا رب. فيقول ربنا جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت يا رب.
رضيت يا رب، فيقول الرب جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله معك. قال موسى يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت، أي أولئك الذين اخترت واصطفيت واجتبيت، أولئك الذين أردت وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. النفس تبكي، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ضغط ما فيها، لا دار للموت بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن لها لغير خاب مسكنه وإن لها لشر خاب بنيها، أولنا لذوي الميراث يجمعها وادخلنا لقرار الدهر يبنيها وكم المدائن في الآفاق تبنيها. أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد الجنة. رضوان خازنها والجار أحمد، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، فمن يشترب دار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. لا أدري بأي لغة وبأي كلمات وبأي ألفاظ أقدم الشكر الجزيل والتقدير الجليل لمملكة الأردن، ملكا كريما وحكومة مسددة وشعبا ورث حبه في قلبي، فأشهد الله أنني أحب الأردن وأهلها، وأسأل الله عز وجل لها مزيدا من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والنعمة والسعة، ولا أجد من الكلمات ما أشكر به أخي الأكبر وأستاذي الفاضل سماحة قاضي القضاة دكتور أحمد هليل الذي أتاح لي هذه الفرصة الطيبة في هذا المكان الجميل لألتقي بهذه الوجوه الخيرة، وأسأل الله أن يتولى مكافأته وأن يبارك له في أهله وفي أولاده، وأن يجمعني بكم دائما وأبدا على الطاعة وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.